صباح الخير عليكم ليلتي الحدقات، مرحبا بكم معنا في دعوة مفتوحة ومباشرة على موجة دعتكم أم أف أم مع ألد الأطباق والشيوات والوصفات التقليدية البلدية وحتى العصرية المبتكرة. أجيو شاركوا الطعام، وصفات، اقتراحات، حتى أنتم كتفكروا اليوم في شي وجبة معينة، محتارين شنو غادي تعدوا لوليداتكم كوجبة الغداء. مرحبا وألف مرحبا مع الشيف بن صبر كعادة كل يوم اثنين وأربعاء. شيف صباح الخير. صباح الخير لالا، مرحبا بك. الله يحفظك. مع الحداقه ومع ألد الاطباق والشيوات، وحنا اليوم غادي نجاوبوا ان شاء الله على الاسئله ديال المستمعين والمستمعات. شاف محضر لنا اليوم شيوات بزاف مهمه، نتمنى تكونوا محضرين معنا ورقه وستيلو مقيدين، غتقيدوا ان شاء الله معنا هذه الوصفات هذه كاملين. اول حاجه بعدا غادي نحاولوا نعطيهم الكاطو ديال عيد الميلاد. الكاطو ديال عيد الميلاد ولي ماكارون، هادو اللي كانوا طلبوهم بزاف ديال المستمعات في الحلقه اللي فاتت، وكنا وعدناهم كذلك بالحلويات المغربيه الاصيله، قلنا غادي نخليو لهم حلقه بوحدهم نهار اثنين ان شاء الله باذن الله. العيالات اللي عندها شي مشكل في الحلويات المغربيه يوجدوا ورقه وستيلو ان شاء الله نهار اثنين. وعدنا يوم الاثنين ان شاء الله يكونوا في الموعد ويقيدوا معنا الوصفات والمقادير. اليوم كذلك غادي ناخذوا مكالمات المستمعات والمستمعين، اقتراحاتكم الا كنتم محتارين في شي وصفه معينه ما كتصدقش في يديكم، بغيتوا تعرفوا الطريقه الصحيحه من يديدات شيف بن صبر. مرحبا وألف مرحبا على أرقامنا دائما 0522 31 33 33، أو رقم تاني اللي هو 0522 30 30 00. شيف غادي نبداو بالكاطو ديال لانيفرسار لأنه كيبغي شوية الخدمة ياك، كيبغي شوية الخدمة وكيبغي الوقت بزاف، وتيبغي الوقت. إذا حنا لكل السيدات اللي بغات تفرح وليداتها، اللي عندها شي مناسبة سعيدة وخاصة أعياد ميلاد، مرحبا بطريقة اللي هي بسيطة تقليدية وخلاص أنها اقتصادية، لأنها غادي تكون محضرة في الدار، والحاجة ديال الدار يعني ما كاين ما أحسن منه. والحاجة ديال الدار يعني كتعطيها وكتعطيها بحب، يعني كتصوب بها وانت باغاها فرحان بديك المناسبة اللي غادي تهديها لزوج ديالك ولا غادي تهديها شي حد عزيز عليك، فانت بدلتي فيها مجهود تشارك فيها حتى وليداتك، ما كاين حتى مشكل، وان شاء الله نتمنوا النتيجة تكون في النهاية نتيجة مزيانة ان شاء الله. أول حاجة غادي نبداو غنبداو بالعجين. العجين أول حاجة، الكيك اللي غنختاروا، أول حاجة هو الكيك. الكيك أنا كنختار جينواز. جينواز علاش؟ جينواز كتكون خفيفة، سوبل، كتكون رطبه، كتكون خفيفه وكذا، حتى من ناحيه ملي كنبغوا نمونطيو مثلا كاطو، مثلا كاطو انيفيرسير ولا بياس مونطي ولا شي حاجه، يعني ملي كنديروا كنسقيوها بالسيرو كتزيد ترطب، يعني كتطفي الدينا نقدروا نخدموها كيف ما بغينا. البسكويت هو زوين ولكن البسكويت كيكون شويه شاد. اللهم الجينواز احسن حاجه، يعني الجينواز يعني كتكون خفيفه ورطبه. المقادير ديال الجينواز، اول حاجه والمقادير ديال الجينواز عندنا 6 ديال البيضات. 6 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال السكر سنيده، 150 غرام ديال لافارين، 150 غرام ديال الدقيق، وفانيا. وفاني باش كنحيدو كنسمو البيض، كنسمو هذيك لاباط، وثاني كنحيدو دوك الزفوريه ديال البيض. مزيان. الطريقه ديال التحضير ديال هاد لاباط جينواز، كناخذ ديك 6 ديال البيضات اونتي كاملين مع 150 غرام ديال السكر، كنطربوها اما بطراب يدوي، يا اما دابا طراب، اما طراب يدوي واما طراب ديال الضو، من الاحسن يعني دابا كلشي عنده طراب ديال الضو، يعني سهل. يعني كنطلعوا هاد السكر والبيض حتى كيوليو عندنا بحال شكل لاكريم، يعني كيطلع كريم، ماشي كيرغوي، كيطلع كريم ماشي كيرغوي، كيرغوي في الديبا، ولكن كتبقى تضربي كيطلع. ملي كيطلع شكل المايونيز ممكن؟ لا ماشي بحال شكل المايونيز، ماشي عاقة لديك الدرجة، ولكن كيبالك طالع، ملي كتهز كيبالك ثقيل. حيت لفتنا في التراب ديالو يطيح. حنا باش كنطيحو بلا فارين. يعني من طلعنا 6 البيضات مع 150 غرام ديال السكر، كنطلعوها بحال شكل كريم. كنشد ديك 150 غرام ديال لافارين، كنزيدها، ما كنزيدهاش كامله، يعني كنلوحها في خطره واحده، دفعه واحده كنبداو نديرو على دفعه، على ثلاثه. حنا كنخلطو كنطربو، حنا كنضيفو الدقيق، ماشي كنطربو بالطراب ديال الضو. لا، ملي كنزيدو الدقيق عندنا كنديرو سباتيل اون بوا، كنديرو داك كنحيدو الطراب ديال الضو، مغرفه ديال العود، وكنديرو مغرفه ديال العود العاديه، وحنا كنخلطو كنخلطو بشويه بشويه، كنهز من التحت من التحت للفوق،
باش ما كطيحليش باش ما كطيحش. وثاني حاجه باش باش كيولي لافارين مع لاباراي كتكون اوموجين يعني ديك لافارين منسجمه كتذوب ديك لافارين في هذيك العجينه يعني ماشي ملي كنبغي نقلبها مثلا في اللاطا ولا شي حاجه ولا المول اللي غيدخل الفران باش ما يبقاش ليا لي غريمون ديال داك الحبيبات ديال سميتو. والفاني حتى هو غادي نسمو كيف ما قلنا مع الدقيق ولا غنديرو مع البيض في الاول. فكرتيني في الفاني حيت ما عرفتش انا فين غادي ندخلوا الفاني. فكرتيني في الفاني نسيتو. بون الفاني كان مع السكر والبيض. إيه ملي يكونوا كنسمو البيض نديروا الفاني. الفاني مع السكر. وين عندكم الاختيار يا اما ديروا يا اما على شكل سيرو الفاني او ممكن تستعملوا الفاني كنديروا قطيرات ولا كنديروا البودر. إيه اللي كانت عندكم ما كاين مشكل. اذا كنديروا البودر كاين اللي كيستعملها مع لافارين كيزيدها مع لافارين كاين اللي كيزيدها مع البيض من الاحسن. كل واحد وقت في كيلو هذاك هي ماشي بحال الخميره ما كاينش تفاعل كيماوي يعني غير مجرد اللوغو والنسمه. حنا قلنا ان بالنسبه لا جينواز ما كنديروش فيها الخميره يعني ما كتخمرش لا ما كتخمر لا والو ما كتجيش منفوخه وبالتالي ان فيها غير صد البيضات 150 غرام ديال السكر سنيده 150 غرام ديال الدقيق وقلنا الفاني يا اما خنيشان ديال السكر الفاني او ممكن تستعملوا قطرات ديال النكهه ديال الفاني كيكون لك واحد القريعه ديال الفاني. هذه يمكن الطريقه ديال لا جينواز كنديروها في الجينواز كنديروها في اما في المول ولا اللي بغيت يا اما المول يا اما سميتو هنا المول كنبغي نقطع ملي كطيب كنقطعها يعني كنقطعها من الوسط اللهم نديرها في البلاك. علاش ملي كندير داك المول اللي غنمونطي فيه داك الحلوه ديالي كان بحال قلتي كان بحال شكل طابع كنقيس على داك العبار اللي عندي ديال العبار ديال سميتو. اذا من الاحسن ديروها في طاوه ياك لا طاوه من الاحسن تكون مستطيله طاوه مستطيله دهنوها ما كندير بابي سول فريزي ولا ندير بابي ولا ورق الزبده ولا اللي عندكم الورق ديال الزبده ولا شي حاجه كندخلوها هكا باش كنطمن كندير لها كندير طريفات ديال الزبده تحت من هذيك سميتو طريفات ديال الزبده تحت من هذاك الكاغط من ذاك البابي سول فريزي وكنلصق به على هذوك في اللاطه جنيبات ديال الطاو يعني بلا ما ندهن سميتو غير شويه لان ملي غادخل الفرن غدوب حيت هي لاحظتوا انا مسامعتي ناشفه ما فيها لا زيت ما فيها زبده ما فيها لا زيت لا زبده هي كتجي غير ناشفه ما كتجيش ميدمه. نعم صافي هذه هي الطريقه ديال الجنوب. كندخل الفران ملي كندير شحال كتبقى تقريبا الوقت؟ كتبقى نورمالمون كتبقى واحد ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه في درجه الحراره ديال 180 درجه. اييه يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير اللي غتحتاج طيب بزاف. ما غطيبش يعني 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حسب الفران ديالكم الا كان الضو ولا كان ديال البوطه. لكن درنا المول لكن درنا المول مثلا ضير مثلا باش سميتو باش غنقطعو من الوسط انا كتاخذ الوقت كتاخذ حتى 20 دقيقه 25 دقيقه كتاخذ الوقت ما تجيش خطره من الداخل. نعم يعني ملي كديرها مثلا في البلاكا دغيا كطيب فهمتيني كتسرحها دغيا كطيب. اي وكتبان يعني غير من الشوفه كتبان ديالك كتبان محمره من سميتو ما تكونش طايبه بزاف لان خصها تكون رطبه وكذا. اذا الخطوه الاولى ولا المرحلة الأولى اللي كنبداو بها هي لا جينواز ياك شاف قلنا المقادير راها معروفة ست البيضات مع 150 غرام ديال السكر السنيدة مع 150 غرام ديال الدقيق عبار ديال السكر مع عبار ديال الدقيق ست البيضات ما تنساوش ست البيضات مع 150 غرام عقلوها إلى 6 و 150 البيض والسكر وقلنا الدقيق وقلنا خنيشه ديال الفاني. طريقه راه شرحها لنا شيف راه سهله وبسيطه ما فيهاش بزاف ديال التعقيد. شنو غنديروا كخطوه ثانيه من بعد ما دولنا لا جينواز كطيب؟ كخطوه ثانيه هنا كنعطي الاختيار هنا دابا الحال بدا كيسخن يعني خاص شي حاجه اللي خفيفه تبرد خاص شي حاجه اللي تبرد خاص شي حاجه اللي سميتو اما باش ندير مثلا ندير طبقه فوق طبقه مع لا كريم مثلا لا كريم نطلعها مع الشونتيي ونزيد مثلا نديرها مثلا نزيد فيها مثلا لي فروي ساك مثلا من الوسط ولا لي فروي كونفي ولا حتى لي فروي عادي كغاميليزي من الوسط حتى هي مزيانه ولكن كتبغى غير يعني كتكون غير لا كريم. انا من الاحسن نعطيو شي حاجه بحال شكل لاموس نعطيو مثلا لاموس نحتاجو غير كوش وحده ديال لاباط كتكون لتحت ونديرو لاموس من الاحسن نديرو لاموس لاموس ديال فخيز لاموس شوكولا لاموس هذه كتجي خفيفه وثاني حاجه مع الوقت دابا الوقت دابا لان غادي تبرد غتجمد يمكن هاد لاموس غادي يجي بحال بلاستيك غندير لها الجيلاتين هكذاك غندير لها الجيلاتين باش تعقد وغتحطها في كونجيلاتور باش غتجمد باش غتساعد على باش انها تشد في راسها وكذا. طيب هاد لاموس هذا كيفاش غنحضرو؟ شنو غنحتاجو كمقادير؟ لاموس هنا عندنا نعطي الاساسيات ديال لاموس هنا غنعطي جوج ديال الانواع ديال لاموس
اباز ديال اباز اباري جينواز كنسميوه حنا اباري جينواز ولا لا كريم اونغليز. نبداو بلا كريم اونغليز. لا كريم اونغليز كنحتاجو مثلا 1 لتر ديال اطرو ديال الحليب ياك مع 8 ديال الصفر ديال البيض مع 200 غرام ديال السكر. 200 غرام ديال السكر. مع العلم انا غنستعملو لا كريم فريش. لا كريم فريش غنستعملو حتى سميتو لا كريم فريش. غير هنايا علاش كندير لا كريم اونغليز مع لا كريم فريش؟ كنزيد نخففها. كنعطي واحد لا كريم موس موسلين فهمتيني كتكون خفيفه ماشي مثلا غندير لا كريم غير بوحدها كتجي شويه وخاصه لا كريم تي وزهرك في لا كريم على حسب لا كاليتي ملي كتبغي تطلعها وكذا. بعض المرات كتشري حلوه مثلا عام من الباتيسري وكذا ملي كتجي كتاكلها كتبقى ديك الوسط ديال الهاد ديالك كتلقى بحال شكل لاكريس. هنا كاين واش دير على كريم بوحدو ولا كريم بوغ ديال كريم بوغ. انا كريم بوغ حتى هي هنا طريقه كتختلف اللهم نعطيو الطرق اللي سهله. هذه خلاص انا كتجي كتذوب في اللسان يعني كتجي بنينه كتجي خفيفه. كديرها من الطريقه ديال كريم اونغليز كتجي خفيفه وزوينه وسميتو واخا تعطي مثلا انت جوج طروفا انت الانسان ما يقدرش يتكهم. ونعاودوا هذه شفعتك الخير لا كريم اونغليز شنو كنحتاجوا فيها كمقادير؟ كمقادير كنحتاجوا مثلا 1 لتر ديال اطرو ديال الحليب 8 صفار البيض غير صفار بوحدو غير صفار بوحدو 8 ديال صفار ديال البيض 8 ديال صفار ديال البيض و 200 غرام ديال السكر 200 غرام ديال السكر سنيده السكر سنيده ونحتاجوا واحد 5 ديال الورقات ديال الجيلاتين 5 الوريقات ديال الجيلاتين. نعم طيب الطريقه ديال التحضير هذه الطريقه ديال التحضير هنا الطريقه ديال التحضير هنا اللي كنا غنديروا موس وشوكولا انا نقدروا ديك لا كريم اونغليز نقدروا نديروا فيها مثلا نسمه ديال الكافي القهوه نقدروا نسموها باي حاجه بغينا نسموها سميتو الكافي. عاد غيكون عندنا واحد 300 غرام ديال الشوكولا يعني الا درنا نسمه القهوه نديروها مع الشكلاط غنديروا مع الشكلاط غير كيتواتوا مع بعضياتهم. بون عندنا لالا الطريقه ديال التحضير ديال هاد لا كريم اونغليز كنشد داك الصفر ديال البيض الصفر ديال البيض مع السكر كنطربوا غير ميلونجي كندير الحليب كيسخن اون فوا كتطلع ديك الغليه ديال الحليب كن ميلونجي مع داك البيض والسكر غير بشويه بشويه وكندير واحد الطراب يداوي كنبدا نحرك مزيان باش ما يطيبليش باش ما يطيبش نعم باش داك الحليب ديالي غير كيسخن كيسخن كيطلع الغليه عاد كنزيدوا على داك البيض والسكر يعني كنطرب مزيان. علاش كنطرب مزيان؟ باش ما كنخليش كيطيب البيض وكن بحال كنبردو ملي كنطرب مزيان. هنا الحليب كنديروا على دفعات بشويه بشويه ما نكبوش دقه واحده ضروري غير شويه غير بشويه بشويه من بعد ملي كنميلونجيه كامل في ذاك الاناء كنعاود نرجعوا للكاسرول كنرجعوا للكاسرول كنخليه فوق العافيه شويه كيطيب وكنبقى مره كنحرك عندي دوك 5 الورقات ديال الجيلاتين في الماء ملي كنبقى نحرك مزيان كنشد كندير داك باش كنتيستي بان لا كريم بان طابت هي باش كنهز داك المغرفه ديال العود كندير داك لانسيزيون داك الخط بيدي في حالتي لا هبط داك الضفه الفوقانيه مع الضفه التحتانيه راه باقي كيطيب الا وقفات راه طيب داك لا كريم اونغليز. هادشي يكونوا باقي ما درناش الجيلاتين باقي ما درناش كاع الجيلاتين حنايا الله ملي كيسخون صافي كيطيب كندير الجيلاتين العافيه مهيله كندير الجيلاتين كنحيد الكاسخونه من العافيه كنحرك مزيان حتى كيذوب ليا الجيلاتين كيذوب الجيلاتين في سميتو وكنخليه كي تيبرد يعني تيبرد كنشد الشوكولا الشوكولات كنشدو كندوبو الشوكولات كندوبو في حمام مريم ملي كندوبو ملي كيذوب كنخلطو مع هاد لا كريم اونغليز كنخلطو مع لا كريم اونغليز كنفويتي مزيان حتى كيولي داك سميتو الميلونج كيكون اوموجين يعني صافي كيذوب داك الشوكولاط مع الكريم اونغليز كيولي عندي لون واحد ما كاينش عندي لي كريمون ما كاين عندي حتى شي حاجه كنشد لا كريم كنطلعها لا كريم فريش كنطلعها هنا عندي السكر ديجا بلا ما نطلع باش نزيد فيها السكر بس يعني ما توليش ليا شونتيم بلا ما ندير لا السكر غير كنطلعها غير هي وحده كنخدمها غير بوحدها كنخدمها علاش لان الشوكولا فيه السكر و200 غرام ديال السكر يعني القياس ديال السكر فيه راه القياس ديال السكر ماشي حلوه بزاف نعم تلاباط عندنا فيها السكر مزيان عفوا
من بعد ملي كندير لا كريم كنطلعها, ملي كنطلعها كنشد ديك لا كريم كنبدا ميلونجيها مع ديك لا كريم اونغليز. خلطنا بعد ما دفنا الشكلاط نزيدو غنزيدو لا كريم طالع, نزيدو لا كريم طالع شويه بشويه إيه؟ كنزيد طرف طرف وكنبدا نحرك كنبدا نحرك كنحرك كتولي داكشي ليا اوموجين إيه؟ يعني كيتخلط ليا داك لا كريم كتولي عاقده كتولي ديك لاموس عاقده. الله هذه غير بوحدها راه بنينه بلا كيك. هذه تقدر ديرها واحد القضيه, هذيك لاموس تقدر ديموس ممكن نديرهم في كويسات. هذه تقدر ديرها غير في كويسات وكوم ديسير وديكوري بالفريز وديكوري بالفروي وكذا. هذيك هذا وصفه بوحدها, هذه وصفه ممكن بوحدها نختارها بزاف ديال الحويجات من حاجه واحده. ما علينا, هذا لاكريم هذا لاموس ملي نطلع كنشد ديك لاباط جينواز كنأجستيها في ديك المول كندير السيرو ديالي فيه الكافي كندير القهوه كندير فيه الكافي وداك الشيء كنفقيها سميتو تشرب من داك السيرو كتشرب داك السيرو كاينو بداك نسمة ها نعم منها كترطب منها كيعطيها النكهه. اييه كنخوي داك كنخوي داك ديك لاموس. حنا دايرين واحد باش يعاوننا المول ضروري المول خصو يكون باش ياخذ لنا ديك لافورم ديال لافورم ديال ولكن هاد هاد لاموس هذا كنخليها شويه تبرد ضروري باش تبرد باش تقبط راسها باش تعاونك باش الا كانت سخونه وكندرت فيها لا كريم وكذا في غتكون شويه تبرد غتنسيح لك من التحت اللهم تخليها شويه تبرد خدمناها دخلناها للثلاجه الثلاجه خليها شويه كتبرد كتبان لك عاقده ما تكونش عاقده بزاف اذا عاقده بزاف ما غاديش حتى باقي غتعاود تبرد من بعد ملي كتعقد شي شويه كنديرها في داك المول مع داك لا جينواز جينواز اللي ديجا درنا ليها السيرو داكشي كنعمرها كنعمرها كنأجوستيها مع داك المول فهمتي وكنخليها في كونجيلاتور كتبرد. اييه ملي كتبرد كنصوب مثلا دي ديكوراسيون اما نحاول نصوب واحد كولي ديال الشوكولا ولا نصوب واحد كولي ديال الفريز ديال الفخيز ممكن ديال الفخيز نصوب داك الكولي ديال الفخيز كنشد الفخيز كنطحنو كنطحنو مع الحليب ولا سميتو وكنسخنو ملي كنسخنو كندير فيه جيلاتين مثلا جوج ورقات ولا ثلاث ورقات ديال الجيلاتين باش يعقد ولا كنصوب ان سيرو ولا باش نديرو من الفوق باش تجي بحال بحال ديك لاكوش ديال الزاج. اييه مزيان عندنا اختيارات بزاف نختار كولي ديال الفخيز. كولي ديال الفخيز كنشدو الفريز اما كنقطعوه كنقطعوه طريفات صغار ولا كنصوب عصير ديال الفريز. هنا عندي الاختيار كنعطي الطريقه ديالي انايا كنشد الفريز كنقطعو مزيان وكنديرو في كسرونه كنديرو في كسرونه مع السكر وكنخليه كيطيب ملي كنخليه كيطيب مزيان 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 تكي بحال اللي كنديرو كونفيتور او المربى ديال الفريز نعم. تكي عقاد وكيولي تبارك الله معسل وكذا وكندوزو في الصفايا الصفايا مزيان وكنحاول نورك شي شويه حيدو دوك الحبيبات في الفخاز في دوك الحبيبات نعم. من بعد كندير شويه واحد جوج وريقات ديال الجيلاتين سميتو كنعاود نحطو فوق العافيه مهيله دونك فما دوك الجيلاتين كيذوبوا ديجا درتهم في الماء كنسقطرهم بالماء كنديرهم سميتو من بعد كنخلي شويه حتى كيبرد كنخرج ديك الحلوه ديالي كنكبها من الفوق كنسقيها بداك كنسقيها من الفوق كولي ديال الفخيز وصافي كنخلي عاوتاني تبرد تبرد شويه. هنا كيبقى لي الجناب هنا الجناب نقدر ندير الشوكولا عادي ولا ندير مثلا واحد النوكا نوكا مثلا ب ب هذا بغينا نتفنوا كثر ما بغينا نبينوا الحداده سميتو. يعني عندنا مثلا ناخذوا لي زاموند اما اللوز واما الكاوكاو واما كذا كنشد داك الكاوكاو كنقليه عادي كنقليه كنشوي كنهرمشو غير كنهرمشو ما كن سميتو كنهرمشو كنصوب واحد السيرو هذاك السيرو بحال كنصوب داك الكراميل كنصوب كراميل كنصوب داك يعني السكر والماء السكر والماء ونخليه وكنخليه حتى كيولي كراميل كنزيد نخلطو مع داك اللوز اللي حمرتو ولا قليناه ولا كذا وكنحطو في واحد البابي سولفوريزي وكنكبو وكنإيطالي فهمتيني كنإيطالي كنخلي على شكل ورقه كنخليه كي حتى كيبرد ملي كيبرد كنبدا نهرس فيه نهرس فيه طريفات وكذا سهله فهمتي طريفات كبار وكنحيد من كنخرج الحلوه ديالي سميتو كنحاول ندير شي شاليمو ولا كندير شي زيف فيه الماء سخون كندوزو على الجناب باش كيتطلق ليا داك المول مع داك لاموس حتى كنحيد داك المول شويه عليا كنحيدو ومن هذاك الجنيبات كنصوب ديك النوكا ديك الطريفات ديال النوكا هرستهم هذا اما نهرس ندقدقها ونديرها في الجناب ويا اما ندير طريفات ندير طريفات شكل مثلا مثلث مثلا مربع مثلا ليكم الاختيار اللي بغيت ون
نديكوريها من الجناب وديك الساعه نكسب مثلا اما بالكوليه ديال اما بالشوكولا اما بالكريم وكذا ولا شي حاجه ديال اللي غنحتفلوا به ياك. وحنا حضرنا حلوه غزاله بنينه سهله وخلاص ما فيهاش بزاف ديال التمره، هي فيها شويه الخطر ولكن خاص غير واحد يفهم الطريقه لان الطريقه سهله. هي كريمه وحده اللي غنوجدوا، عجين وحده هي لا جينواز ما فيهاش بزاف. خلاص انا التزيين كيبقى على حسب المستطاع، كل وحده والسيده والخاطر ديالها، كل وحده والوقت ديالها. والنتيجه النهائيه اكيد حلوه ما شاء الله اللي تحمر الوجه. تحمر الوجه شاف لا يخطيك. احنا راجعين اكيد بعد فصل القصير الاشهاري، ودائما المشاركه في اجي شاركوا التعام على ارقامنا 0522 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. ما تمشيوش بعيد، راجعين بعد الفصل مع ألد الاطباق والوصفات. واليوم حلوه ما شاء الله رائعه وغزاله، ان شاء الله تكونوا قيتيو معنا المقادير وطريقه التحضير وتحضروها لحبابكم والاعز الناس اللي يكون في اعياد الميلاد بالصحه والراحه، واللي عنده اليوم مناسبة خاصة، اللي عنده عيد ميلاد الله يكمل عليه بخير. شاف بعد عيد الميلاد الحلوة ديالنا اليوم غادي يمشيو يمكن من طلبات المستمعين ماكارون. وهذه من الحلويات الرائعة اللي كان عندكم طلبات عليها كثير، طريقة والتحضير لأن فيها طرق كثيرة وكذلك نسمات مختلفة. شاف بن صبر اليوم شنو غتختار لينا في الماكارون؟ لي ماكارون هنا كان طلبت واحد السيدة ديال مع البودغ داموند. لي ماكارون مع البودغ داموند ونديرو مع الشوكولا، مع كولي ديال الشوكولا، ولا هي تكون الكولور ديالها ديال الشوكولا ونديرو مع واحد كولي ديال الشوكولا. هي بالالوان ديالها كتجي غزالة. هي كل هي نقول لك واحد القضية، لي ماكارون راه عجينة وحدة، هي كتبقى في الاصل عجينه وحده، عجينه وحده بريباراسيون وحده، غير لي كولور اللي كيختلفوا. عندنا لي كولور راه كتشريهم، يعني كتشري لي كولور، كتشري الخضر مع ديال البيستاش، ولا كتشري النوار مثلا المارون ديال الشوكولا، مثلا الفيغ قلنا البيستاش، ولا الاحمر مثلا ديال لوغو ديال الفخيز. ممكن عندنا لي كولور اختيارات مختلفه، ولكن كديزانغريديون راه قاعدة وحدة وحدة ما كاينش اختلاف. تعرف شاف حنا نعطيو فرصة ياخذوا الناس المستمعات ورقة وستيلو ويخدموا معنا، معنا مكالمات ناخذوها. مرحبا. ياك نقولوا الو صباح الخير. الو. الو السلام عليكم. صباح النور. يا لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا. كبير هذا اللي سمع صوتك ولي الله يبارك فيك ولي التليفون. مرحبا وانا سعيدة سمعت صوتك اليوم. بزاف حيت كتكملي لينا والله العظيم شي حوايج كنبغيو نسولوا لكم انا وكتكملي لينا عندك الله العظيم. اي حاجة تقلت عليكم خففت علينا. شو احنا كنديروا دورة كاملة ومتكاملة بعضياتنا، راه من الصحة احنا غاديين للطياب غاديين للدواء غاديين. سهل علينا شحال من حاجة. ربي يخليك لالا الهلا يخطيك وتولى عمرك. ملاحظة ماشي ملاحظة، هي العجينة انا درتها في داير هذه العجينة واحد الطريقة أخرى. أييه. ولكن في ديك ديال الفران يمكن ديال الدار ما صدقاتش ليا مزيان، كتجيني بحال كارمه شويه من لا جينواز في الفران ديال الدار ديال الغاز. ديال الغاز لا واش كتهضر على لاباط جينواز؟ لاباط جينواز ما جاتكش هي هذيك. غير انا درت 120 غرام ديال السكر و 120 غرام ديال الدقيق و 4 البيضات ونفس الطريقه، ولكن ما صدقاتش ليا في ديال الغاز. واش العافيه خاصها تكون مهيله بزاف ولا شنو؟ ولا ودرت نيت داك البابيو سلفيريزي كلشي ولكن ما جاتنيش زوينه بزاف، طابت من الجناب اكثر من الوسط. يمكن المشكل غير من الفران، هذا ماشي مشكل يعني مشكل الفران. انا نعطيك نعم غير بحال هذا الصفر هذا فاش قلتي لنا 8 ديال الصفر البيض، هذاك البيض اقترح علينا شي حاجه باش ما نضيعوش. ميرانغ ديال البيض. ميرانغ انا لقيت لك الحل. ميرانغ ممكن. ميرانغ مثلا داك الميرانغ مثلا بيض ديال البيض كطلعي كيطلع لكم مثلا اونيج، يعني ميرانغ كتشديه مثلا بيض نقدروا مثلا هذيك الحلوه نقدروا حنا نديكورو بها بالميرانغ مثلا. يبقى كوك ما طايبش غير كوك اونيج صافي. لا املاتي انا غادي معاك شويه دقه، يعني من الميرانغ مثلا من كنطلعوا مثلا كنديروا كندير مثلا السكر، ولا كنديروا مثلا ميرانغ ايطاليان كندير ذاك السكر كندوبو كندوبو حتى كيولي ليا الكولور ديالو ملي كيدوب مثلا في العافيه وداك الشيء كيولي الكولور ديالو ابيض مع شويه قطيره الماء. فهمتيني؟ ملي كنخلط ملي كيطلع هذاك الميرانغ كندير هذاك الميرانغ داك السيرو ايطاليان كنسميو حنا سيرو ايطاليان كيولي مثلا كيولي داك السيرو ابيض كنديرو محشك الخيط وكنخلي داك الميرانغ كيطلع 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 كندير هذاك داك الخيط ديال 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 السيرو. من بعد ملي كيطلع صافي كيولي اوموجين مزيان طالع شكل لاكريم اونيج مزيان. اشنو كندير؟ كندير في بوش ادوي جايب حلواني كنشدو مثلا كنغطي به مثلا كندير شكيلات
كنغطي به مثلا وريضه كذا سميتو. نقدر مثلا كيكون عندي الشاليمو, الا كان عندك الشاليمو, عندك الشاليمو المهم ما عندك الشاليمو, ما عندك الشاليمو ديري الفران يسخن ياك, ديري الفران يسخن وطفيه كيبقى ديك السخونيه, دخليه واحد جوج دقائق ولا جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق, دخليه هذاك الحلوى دخليها الفران, ما تخافي ما غدوبش لان متلجه فهمتيني. يعني ملي غديري ليها مثلا غتغطيها بالمرنك غتدخلي الفران يسخن, دير الفران يسخن غطفي عليه, اون فوا غطفي عليه كتدخليها فوق مثلا فوق داك سميتو البلاصه اللي كانت فيها العافيه فوق منها فهمتيني, دير واحد البلاكه بعيد عليها من التحت بعيد عليها, غير حطيها انت من الفوق فواحد الكرياك هذا وخليها. ملي تخليها جوج دقائق كيبان لك هذاك المرنك كيقصح فهمتي, كيقصح وكيبان بحال غادي شويه كيبدا حيت المرنك راه دغيا كيطيب, عرف الصهد, عرف الصهد الصهد ديال الفران غطي سميتو غيطيبو ما غيتفرتش, غيبان لك بحال شويه داك اللي غيدير واحد لاكوش قاصحه من الفوق وبدات شويه ديال سميتو. اما الا كان عندك مثلا عندك الشاليمو هذيك ساهله زوينه, الشاليمو كتجي كتحمرو من الفوق كدير واحد الشكيلات كيبان لك بحال شكل الجبل ديال الثلج فهمتيني, ملي كتحمرو بالشاليمو كيعطيو واحد المنظر زوين, هذاك البيض ديال البيض باش ما تضيعيش ديكوري. اش ممكن كثير ديال الاستعمال تدخلو مثلا في كيكه اخر تقدر توجد به شي حاجه اخرى طلع به بيض. غير القضيه ديال الجينواز, القضيه ديال الجينواز اللي قالت الجينواز نورمالمون منين ديال الفران يسخن فهمتيني, لا لا ما يكونش العافيه سخونه بزاف, يمكن قطع التيزر ما يكونش العافيه سخونه بزاف في الران. اما لا يكون سميتو يكون عافيه حيت الجنة بغا يتحرق الوسط في الاول, لا في الاول ندير الفران يسخن اي ومن بعد الفران يسخن اون فوا كنخشي لاباط جينواز نقص عليه فهمتي, باش نطيح في هذيك لا تومبيراتور ديال 190 180 فداك فداك سميتو لا تومبيراتور صافي, وكنعطيها مثلا 10 ديال الدقائق باش ما تكرمش وتيبس وتحرق من الجناب وعلى كل الداخل باقي خضر. حيت دابا العافيه دابا ديال خاصه الفران ديال الدار, الفران ديال الدار غالبا يعني خص غير يكون فران سخون ولكن نقص ونقص عليه ونقص عليه صافي. ناخذ اتصال الشيف. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اختي مرحبا بك. دير اختي لاباس؟ واش على خير؟ الحمد لله. تفضل الملكة معك من بني ملال. اهلا لاله مالكة صباح الخير اختي. تحيه للشيف بن صابر. الله يبارك فيك. الله يسك بخير. الله يبارك فيكم. اولا قبل ما نمشي للسؤال ديالي, هاد الاخت اللي قالت لك خاف تزيد على هذوك 8 ديال الابيض البيض, تقدر تزيد عليهم ثلاثه كاملين وديرهم اومليت بالالوان. اي ممكن عط الله ما يدار اومليت كاين بالبصله, كاين بزاف ديال الحوايج في الفلفل كراتان ديرو مثلا, ممكن بخضيره وهي قدي غرض ممكن. تفضل الملك. سي سمية الشيف دابا ملي كان كيتكلم على هاد الحلوه اللي دار دابا غير على كاوكاو, قال لك كاوكاو او اللوز بالاخر داك نوكا نوكا قال كاوكاو مقلي او مقلي. مقلي ولا مقلي؟ الناس اللي غيفهموا مقلي في الزيت. لا ولا ما انا انا واش تي دابا منك اليوم دابا انت كتشوف مقلي ولا مقلي؟ مقلي ولا مقلي؟ نعم يعني مقلي في الزيت, مقلي في الزيت ومقلي بلا قري يعني محمر في الفران ولا فوق مقله ما فيها لا زيت لا والو. اييه دابا شنو الطريقه, واش مقلي ولا مقلي؟ بحال بحال. لان مقلي كيكون شويه مدير بالزيت احسن ندخلو الفران يتحمر. من الاحسن من الاحسن حيت ملي غادي تقليه انت اصلا غادي غتحيديه ضروري غتنشفيه غادير ليه سميتو. ولكن غير الا كان مقلي كنظن احسن. انا صراحه ضد عمليه القلي, انا كنبغي ديما الحاجه الطبيعيه. مشكل انا كنعطي غير سميتو يعني كاقتراحات لو كادر مهم. كملي من عندك ما حتى نشكرك. الله يحفظك الله يخليك لاله مالكه. خويا الاقتراح اللي بغيت نقول لك غير مره هكا بدات تعطينا دوك لي بوشي دوك لي زونتري وديك لي بوشي على غين مثلا لي كروسدات لي فولوفون بحال هذاك الشكل يكون داك الشيء في المتناول ديال كتعرف بان ديال ربة البيت ديك فواكه البحر. نعم ان الا مشيتي عند مول الحوت ما تيبغيش يعطيك مثلا تقول لي اعطيني ربعه ديال الكروفيت ما يعطيهاش لك. علاش؟ واخا تقول له ربعه حتى شنو عندي؟ لا حيت ربعه ديال الكروفيت اللي خديتيها اونتي مثلا القشور ديالها راه ما فيها والو اصلا. يلاه فيها شي جوج. شوفي ديري في حالي انا ملي كنتقدى كنوفر واحد شويه حتى كنبدا نجمع. تنتكلموا مثلا على الناس كي كنقولوا جميع الناس باش الناس كلها كتستافد. نعم
وبالنسبه لعفاك الكيك صالي صالي واخا الكيك صالي الله يرحم الوالدين. وهذا بعد الحساب هذا خصنا حلقه عادي اللي صالي لا غير داكشي بس نيتو هذا غادي ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. مرحبا مرحبا اللي طلبتوها على عينينا موجود ما طلبتي غير الموجود ان شاء الله لا يخليك الا مالكه. وانا كنشكرك على الاقتراحات ديالك مرحبا بك. وحنا فعلا راه محضرين بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال الحلقات. خليكم معنا وعطيونا شويه ديال الصبر اكيد ان شاء الله غادي نجاوبكم على كل الاسئله. طيب المغربي التقليدي احنا باقي ما دويناش عليه باقي ما دويناش كذاك على الانواع ديال لي سوبر والانواع الحساء اللي ممكن يداروا شهر رمضان ان شاء الله غادي يكونوا مفاجات كثير. خليكم معنا المالح والحلو كله غادي يكون ان شاء الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا مرحبا بك لاله. طيب يبارك فيك. كدير الدكتور لاباس عليا؟ معك شاف الدكتور دكتور في المجال ديالك الدكتور زعما ناخذوا شي دكتور ان شاء الله كملوا قرايتنا دكتور في الطبخ ما شاء الله. تفضل لاله مرحبا بك. بغيت اختي انا شي الكيكه تكون عاديه وتكون طالعه وزوينه. كيكه عاديه وطالعه وزوينه اي تكون شيشه. الله يجازيكم بخير ان شاء الله. واخا على الراس والعين. شكرا على الاتصال ديالك. ناخذ مكالمه. الو صباح الخير. الو صباح الخير اختي سميه. صباح النور لاله مرحبا بك. كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله مرحبا. وتوحشناك وما مرحبا. لا راه وفيه غاب بالاتصال ما كيشدش لينا الخط. يعطيك الخير. وانا كنقول لكم سمحوا لنا والله العظيم احنا ما عندناش دخل ماذا بيا نختار شكون اللي نقدر نتكلم معاه ولكن راه ما بدنا والو. يعطيك الخير لاله مرحبا بك. الله يبارك فيك تفضل. لاباس عليك دايره مع الصحه دابا؟ الحمد لله الله يحفظك الله يرزقك بخير لاله. بغيت نسولك عافاك على جينواز. واش درتيها في المول المدور يعني تقدر تطلع ولا شنو؟ ما عنديش انا مدور هذاك سميتو المستطيل. مزيان مدور غير هو غطلع غطلع مزيان. بالعكس غطلع مزيان ولكن غتقسمها من بعد. وي وعافاك واحد ديك النهار طلبت قلت لكم بغيت داك شي لاطاخ تاع سميتو تاع اللي فخوي وداك الشيء ما عطيتهاش ليا. لاطاخ ديال فخوي؟ يس. شحال هذا الشيء دو سومين ولا تخوا ما نعرف. واخا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعطيك شي حاجه نتاخذ خويا طبعا ان شاء الله حيت عطينا وقيله كنا يمكن انا هضرنا على لي طاخت هضرنا على لي طاخت واخا ما كاين حتى مشكل واخا ماشي مشكل نعاودوا شي وصفه شي اقتراح ديال لي طاخت. يعطيك الخير لاله شكرا بزاف على الاتصال. ناخذوا مكالمه وبعد نجاوبوا على هذه الاسئله. الو السلام عليكم. عليكم السلام اختي سميه. اهلا 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 خويا سامي لاباس عليك؟ والله توحشناكم من القلب خالص. الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك. فين طولتي الغيبه علينا؟ اختي ما كيساعدنيش الحب الخط جوج الحد والخط عندنا مشكل مع هذا الحد ومع هذا الخط شنو نديروا ليه دابا؟ بخير هانيه. الله يبارك فيك خويا الشعبي مرحبا بك. كدايره مولات الدار والوليدات؟ كتسلم عليك ديما كتسلم تسلم عليها الخير تابع الشهود ديالك. مرحبا بك خويا الله يخطيك. وتحيه للشاف مصابر الله يحفظك الله يسلمك. الشعبي قول لي دابا في هذه الوقيته الله يحفظك الصحه ديما صابر معنا. الله يبارك فيك مرحبا مرحبا. الشعبي قول لي هذه الوقيته ديال الربيع والوقيته ديال ما شاء الله تبارك الله الخير كله كاين شنو كوصفات ك حوجه تقليديه كديروها نتوما في هذه المناسبه هذه؟ دابا كندير لك قرنينه كتجي مخيره القرنينه وداك الشيء ديال البقوله الخبيزه والخرشف دابا وقت الخرشف هذا الله 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 الخرشف البلدي والقناريه والقناريه يا سلام. وكنستعمل داك الشيء ديال النعناع في الكفليو والمسائل واحد الحوايج عندي واحد الحوايج في هذه المسائل هذه. الله الله خصني نجي عندك صحتك وراحتك نجي عندك خصني نجي عندك اجي وقول لي كاين شي بقيرات بعدا كاين شي حليب كاين شي لبينه كاين؟ لا ما كتبش بقيره ما كاينش ما كاينش ايوا ما كاين مشكل الحمد لله بعدا مقابلهم بالبيضات والمسائل مبارك الله يجعل البركه كتقرقهم وداكشي بخير ولا خير الله يخلف الله يجعل البركه وهذيك العيشه راه غندز السيمانه الجايه ان شاء الله. ايوا سيدي الله يكمل بخير الله يكمل بخير هادشي اللي عطا الله وقتي. هي قول لي كاين شي ساعه بعد السيمانه الجايه ياك؟ لا بدا وبصحه وراحه بصحتك وراحتك. قول لي شي سؤال شاف اختي بغيت واحد السيوه مغربيه تقليديه. قول عرفتي شنو هي؟ بغيت الطريقه ديال الطريقه والمقادير ديال الخليع. الخليع الخليع الله الله رمضان قريب. الى ما كان دابا انا كان في الاجتماع ديما واخ على الراس العين الشعبي خويا ما كاين حتى مشكل لا يخطيك. مرحبا سلم لينا على العائله ديالك بارك الله فيك شكرا. طيب الحين بزاف ديال الاسئله باش ماشي نبداو دابا باش ما بدينا نبداو وجد راسك دابا منك المستمعات دبر راسك دبر راسك مرحبا باش بغيتي نبداو نبداو بالسؤال الاول وحنا غاديين ياه بلاتي نعطيو المكارون بعدا نعطيو طريقه المكارون نعطيو طريقه المكارون بون لي ماكارون كنحتاجو قلنا طريقه تحضير طريقه تحضير يعني المقادير وحده غير لي كولور كيختلفوا سميتو عندنا 125 غرام ديال بودغ داموند
ديال بودره ديال اللوز 200 غرام ديال السكر 200 غرام ديال السكر 3 ديال البيض ديال البيض 3 بياض بيض 3 ديال المعلقه ديال لا سوب ديال الكاكاو 3 المعالق ديال الكاكاو ديال الكاكاو 30 غرام ديال 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 السكر كلاصي 30 غرام ديال السكر كلاصي كولورون ديال الشوكولا ملون وعندنا الشوكولا 80 غرام الشوكولا طريفات طريفات ديال الشوكولا 80 غرام ديال قطع الشوكولا ومع الزبده 120 غرام 120 غرام ديال الزبده ايه مزيان صافي هذا اللي كنا غنديروهم ديال الشوكولات ديال الشوكولا واخا مزيان كنشدوا لالا 200 غرام ديال السكر مع 3 ديال البيض ديال البيض 200 غرام قلنا ديال السكر ديال السكر مع 3 ديال البيض ديال البيض مع 3 البيض البيض كنشدوا البيض ديال البيض كنحطوه في واحد التراب التراب ديال الضو اييه 3 ديال البيض ديال البيض مع واحد القبيصه ديال السكر واحد بانسيت سيل هذا البانسيت سيل قبيصه الملح قبيصه قبيصه ديال الملح بيصه ايوا راك البال مالك راك تسمع المهم عاوتاني الملح ولا السكر بيصه ديال الملح قبيصه ديال الملح داك القبيصه ديال الملح علاش باش كان مع البيض ديال البيض ملي كنكلاريفيو البيض كنسيباريو البيض مع البيض ديال البيض مع الصفر كيبقى لنا داك البيض ديال البيض فيه شويه ديال الصفر هذاك الصفر يقدر ما يطلعش لك سميتو علاش كنعاونو بداك الملح باش كنقتلو داك سميتو باش كنخليو وكتسرع حتى في مده ديال الطرب ديال البيض غير كيطلعو ملي كنطلع 200 غرام ديال السكر مع تاس البياض البيض كنخلطوهم كنطربوهم مزيان كنشدو بعد الصفر ديال البيض البيض ديال البيض كنطلعوه مره مره كنبدا نزيد السكر اييه معاه شويه ديال البانسي ديال الملح قبيصه ديال الملح كنخلي حتى كيطلع كيولي اونيج اييه مزيان كنشد 125 غرام ديال بودغ دامون في اناء اخر بعدا قبل ما سميتو كندوز شي كله كنخلطو 125 غرام ديال بودغ دامون مع 3 المعالق ديال الكاكاو ياك مع 30 غرام ديال السكر بودغ ديال السكر كلاسي كنجمعهم كنغربلوهم ونديروهم في اناء واحد مزيان لحدنا ما فيهش دقيق ما كاينش دقيق عندك البودغ دامون راه هو دقيق واخا كنشد هاد ملي كنطلع ملي كيطلع ليا البيض ديال البيض مع 200 غرام ديال السكر كنشدو كنخلطو مع داك سميتو مع داك البودغ داموند وكويغ ديال الكاكاو وثلاثه ديال الكويغ ديال الكاكاو مع السكر كلاصي كنبدا نلوح بشويه 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 مزيان سميتو كنزيد معاهم شويه كولورون ديال الكولورون ديال الشوكولا يعني داك الملون ديال الشوكولا وكنبدا نخلط تكيولي ليا داكشي اوموجين يعني ثلاثه المعالق ديال الكاكاو ولا ثلاثه معالق ديال الكاكاو ما كاينش ملون ديال الشوكولا دابا كاين ثلاثه معالق ديال الكاكاو غير داك الملون ديال الشوكولا كاين واحد البودغ كندير واحد راس المعلقه الا في حاله ما كاينش ماشي مشكل الكاكاو راه كيعطي لون ملي كنخلط هذاك البودغ داك البودغ مع السكر كلاصي مع الكاكاو مع البيض ديال البيض والسكر كنخلطو مزيان مع داك سباتيول اون بوا كنخلطو مزيان تيكولي اوموجين اون فوا كيولي اوموجين كنديرو في واحد البوش البوش داك الجيب حلواني كنعمرو جيب حلواني كنشد بلاكه اللي كتدخل الفران بابي سولفوريزي ياك وكنبدا نحط دوك لي بورسيون اللي الدويورات كنحط لي بورسيون يعني كتجي غريبه صغيره يعني حنا كنديرو غريبه صغيره كان غادي تزاد غادي راه حيت غادي تنفخ مزال تنفخ شي شويه سميتو ملي كنحاول ندير نبعدو بيناتهم كان عندي الفران ديال الدار هنا مشكل الفران ديال الدار كنكون مسخنو فهمتي نسخنو ملي كنحطو سميتو كنطفي عليه عندي فران ديال الضو كنديروا واحد ندير واحد النسبه صغيره ديال الفابور ما عنديش الفابور كندير واحد قطيره ديال الماء تحت ديك البلاكه تحت ديك البلاكه ديال تحت البابي سولفوريزي كنهز ديك الورقه ديال البابي سولفوريزي وكنلوح قطيرات ديال الماء علاش باش كتفزق هذيك البابي سولفوريزي وثاني حاجه كيطلع لي الفابور من الفابور كيعاونني على الماكارون كيطلعوا كيتنفخوا كيتنفخوا
صافي كنخليها كطيب. هادو لي زاسيوس يعني من نصائح تدبير ممكن نجرو على الماكاون. الفن التقني ديال الطياب ديال شويه سميتو كيتغي الخاطر، تبغي الخاطر وخاصه الفران ما يكون سخون بزاف باش ما يتحرقوش، يكون سخون ولكن يطفي عليه. اييه مزيان. عندي الشوكولات 80 غرام ديال الشوكولات ومع 120 غرام ديال الزبده كنشدو كندوب 120 غرام ديال الزبده مع 80 غرام ديال الشوكولا في حمام مريم. كنخليه كيدوب فهمتي كيعقد، نخليه كيدوب كذا. ملي كيطيبوا لي دوك لي ماكارون كنديرهم كنخليه شويه كيبردوا، كيبرد هاد الشوكولا مع الباخ شويه كيولي بحال شكل الكناش بحال شكل لاكريم، كنطلعوا شي شويه بالتراب اليدوي وكنحط مثلا كندير واحد جيب حلواني صغير وكنبدا نعمر الوسط وكنبدا نسد، يعني ندير وحده مع وحده وكنبدا نعمرو بهذاك هذا ديال الشوكولا كولي ديال الشوكولا كنديرو وكنعمرو وكنخليه كنحطو صافي كنخليه في سميتو تكي ورائع المذاق. هلا يوريكم على المذاق ديال الماكاو، انا صراحه من المعجبات ديال الماكاو اللي ما كليتوش في العيد ما كليتو والو. طيب بالنسبه لاختي مليكه بسرعه باش نعطيو غير فكره لان لذيك الوقت ما بقناش غنجاوبوا على هاد المكالمات كاملين، بغات لي سونتري شويه يكونوا مالحين، بغات كذلك انواع ديال الكيك اللي يكونوا مالحين. المهم هادشي ديال الصالي شنو نقدروا نقولوا؟ المهم الصالي حنا اما الصالي اما اللي بغات هاد لي بوشي، كان قالت لي بغات لي بوشي، بغات لي فولوفون، بغات لي كروزدات. حنا خصنا البات فيتي ضروري، الخدمه ديال البات فيتي باش نعملوا البات فيتي. البات فيتي كتشري البات فيتي، اما تشريها واما تصايبها. حنا نديرو شي حلقه نعرفوا شنو البات فيتي، كيفاش هي العجين المورق، كيفاش الطريقه ديال المقادير، الطريقه ديال التصاويب ديالها. حيت كاينه الحلوه وكاين المالحه ممكن نختاروا. نعم كاين التورناج، كاين التورناج كنقولوا حنا التورناج ديالها تورناج سامبل وكاين تورناج دوبل. تورناج الافلام ماشي تورناج الافلام، تورناج يعني الطريقه ديال باش داك دليك وكطوي الطويان ديالها. كاين الطويان ديالها مدوبله يعني خصها اربعة المرات، وكاين يعني الطويان ديالها عادي سامبل هذه خصها ستة ديال المرات. الله يعني خصنا نهار ما يكونوش الدراري في الدار، ما يكون حتى حد معنا، حتى واحد ما مرتبط لا بغدا ولا بميناج ولا بوالو. فيما ديري مره ديري صبعك حطي طابع ديال صبعك هاد الدوره الاولى غادي تكديها. طيب كنطلبات كيكه عاديه تكون زوينه وهشيشه ولذيذه، بلاتي نكمل خير باقي نكمل القضيه ديال البوشي انا خصنا ديك مثلا كيتباعوا دوك الليمول ديال البوشي دوك بحال شكل الكورني، هو بحال شكل الكورني. كنشد انا داك البات فيدي كنطلقها، ملي كنطلقها كندير بحال دي سانتيوغ يعني ديك السميطات وكنبدا ندور على داك المول، كنبدا ندور على داك المول كنبدا كنبوري كندير لي شويه الزبده. لا هادشي خسر فهمتي، انا فيه خدمه انا فيه خدمه وكنبدا ندور كندور كنغطي داك البوشي داك الكورني كنغطيه 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 حتى كيولي يعني بحال شكل الكورني وكنخليه كيطيب. كنديرو في الفران كيطيب فهمتي، ملي كيطيب كيخرج كنصب واحد الصلصه بغات ديال الكروفيت، هي اصلا بغات ديال الكروفيت، روي بعد ديال الكروفيت مع شويه الشامبينيون شي بواطه ديال الشامبينيون. مع لان غادي نعمرو هاد الكروفيت لكن ما يبقاش ناشف ضروري باش يعمر. كنشد المهم كنشد الكروفيت كنصب واحد مشيت البيشاميل بيشاميل معروف كيفاش كتصايب. كندير الكروفيت كندير الشامبينيون كنلوحهم كيتسياو كيتسوطاو شويه في مقيله كنسوطيهم، كنزيد داك لاكريم داك البيشاميل كنزيدها كنخليها حتى كيطيب شي شويه صافي، وكنشدها مع بيشاميل عاقده معاها سميتو داك شنو يقولوا ليه شامبينيون كروفيت كذا اللي بغيتي داك الكروفيت نديرو فوق ليه كاع فخوماج باش نزيدو نقدرو نديرو فوق فخوماج نيت نزيدو مثلا نعمرو بداك لي بوشي اللي ديجا طايبين وكندير لاصوص من الفوق ونحطها في ان اسيات كندير ديكوراسيون شويه بالسلاد فيرس وكندير الطوماط وبالصحه والراحه هما كاين اصناف بزاف واشكال كثير، ان شاء الله غادي نديرو حلقه خاصه غير بهذا الشيء ياك باش نشرحوا الملكه اللي صالي اللي صالي اللي صالي سميتو باش ما تقولكش دغيا ولا حتى دابا كنوجدوا دبر رمضان دابا ان شاء الله يمكن يعني غادي نخصوا حلقات في رمضان لانه كيتكل بزاف ويمكن كيكون عليه الاقبال كثير. ولكن واحد القضيه بشرط
قول. الشرط الوحيد هو ان الحلقه اللي درناها في رمضان الله يرحم لكم الوالدين بلي سالوا الحلقه جاو داكشي اللي لقيناه شوفوا المستمعين يجيبونا الفطور. يجيبونا الفطور ياك. عطيك الصحه شافله لاختك. فعلا كاين اسئله بزاف ديال الكيكه العاديه ان شاء الله ما كفناش الوقت. كذلك بلا تارت اوف خوي ممكن نديروها شي نهار حلقه. الخليع ما نساوش الشعبي. طلب الخليع دار الخليع الخليع نعطي طريقه كيفاش كيطيب الخليع. اييه وشي وصفه ديال الخليع. وشي وصفه الخليع يلا اش بغيتي الشعبي على راس والعين. حنا دابا غنشوفوا شنو عنده ان شاء الله. مكرهنا هذا وقت الربيع. خدم شنو عنده. شاف بن صبر شكرا لك بزاف على حضورك معنا. الله يخطيك فعلا عطيك صحتك. هاد الوصفات كلهم رائعين غزالين ان شاء الله تكونوا كتقيدوا معنا الوصفات كتستفدوا وكتستمتعوا في نفس الوقت. اجوا شاركوا الطعام. دعوه مفتوحه لمشاركه الطعام مشاركه الوصفات والاكلات. طلبتكم اوامر الى تعذر عليكم خطوط الاتصال بينا ممكن اسكا 50-54 بين قوسين. اجوا شاركوا الطعام مع شاف بن صبر. حنا موعدنا ياك حافظ المواعيد ضروري. قول كل يوم كل يوم الاثنين والاربعاء. اثنين واربعاء تحتيهم دابا في الاجندة. كل يوم اثنين واربعاء في مثل هذا الوقت من العشرة ديال الصباح حتى ال 11 الصباح. على امل ان شاء الله باقي ما جيتش عندك تهزي التليفون. شافينك. شكرا لك. راجعين بعد هذا الفصل.